السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفيديو اليوم رح نعمل انبوكسنج لمشترياتي من امازون برايم داي. البرايم داي هو يوم بيكون عليه خصومات او فيه خصومات كثير كثير قوية للناس اللي عندها اشتراك امازون برايم. الاشتراك الشهري تبع امازون اللي بيكون بخمسة او عشرة دولار. وفي هذا اليوم انا اشتريت اربع منتجات كنت محتاجهم من زمان واستنيت حتى يصير عليهم اوفرات واشتريتهم. وفرت فوق ال 40% من حقهم العادي بسبب هذا اليوم. رح احكي لكم كل منتج قديش كان سعره قبل وبعد ونحن عم نعمل انبوكسنج. فخلينا نبدا على طول باول كيس. وما في حاجه لا سكينه ولا شيء. على طول بنفتح. واللي هو يا جماعه ميزان ذكي. ميزان ذكي بكل اختصار بتقيس وزنك وبنشبك على التليفون فبيعطيك معلومات مثل نسبة المياه، نسبة الدهون، نسبة العضل، نسبة هاي الاشياء كلها بتكون موجودة. والميزة انه بتعمل بروفايل لكل شخص في العيلة. انا بدخل بياناتي تاريخ ميلادي طولي عمري وبس انا اوقف عليه وياخد وزني بيقول لي مثلا انت وزنك مقارنة في عمرك اقل اكثر فبيعطيك تفاصيل بناء عليك انت. وبتعمل اكثر من بروفايل مثلا بروفايل لابوي لاختي لامي ولالي. وراح يحدث بروفايلك لما تقيس وزنك ويقول لك ايش في تطورات، هل زادت هل انقصت، هل نسبة المياه زادت، هل نسبة العضل زادت وهكذا. قبل كان حقه 35 دولار اما هلا جبته ب 20 دولار يعني 15 دولار تخفيض. هون طبعا بيكون مكتوب اسم التطبيق وهي الامور. وهذا هو الميزان. هذا اول منتج خلصناه. هلا رح نبدا بالمنتجات الثقيله القويه. بسم الله 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 يا سلام. نبدا بأخاف منتج فيهم اللي هو هذا الشيء. هذا الشيء يا جماعه هو بكل بساطه ركايه اجرين. بكل بساطه بتركي عليها اجرك ومريحة. وليش شريتها وليش انا بحاجتها؟ مكتبي يا جماعة عالي يعني فعلا عالي ولما بدي اقعد على الكرسي برفعه على الاخير مشان اوصل على المكتب مشان اقدر اوصل واتحكم بسهولة. فاللي بصير انه اجري بالزور اللي يلمسوا الارض فالقعدة بتكون مريحة. في اغلب الاحيان بسند اجري على الكمبيوتر او على اي شيء ثاني، بحط كرتوني بحط اي شيء. ولكن هذا الشيء كان قبل سعره 30 دولار هلا صار ب 20 دولار فقلت صار الوقت اني اجيبه وارتاح بها. وصراحة انا متأكد اني ما رح اندم اني شريته لانه انا فعلا هي مشكلة بواجهها وانتم مو متخيلين. يعني بقعد بالساعة فوق 8 ساعات باليوم على الكمبيوتر واجري مو لامسين الارض، اما هلا بصير بقعد برايحة اكثر. ننتقل على اخر منتجين اللي هم اكثر يعني افخم شيء والشيء اللي تقيل في هالحلقة. اول شيء يا جماعة رح نقول لحظة بس نعملها ميوت لالكسا لانه للاسف ما بدناها تسمع اللي حنقوله. للاسف يا الكسا باي باي لانه جبنا الايكو شو 8 جن 2 يا جماعة الخير. اليكسا جديدة اهلا وسهلا في بيتك جماعة الخير. يعني تطوير صراحة من اول ما اشتريت اليكسا كان نفسي فيه من اول يوم. من وقتها لو اني مرجعها وجايب اصدار بشاشة كان احسن ولكن قدر الله ما شاء فعل. كانت خير استعملنا اليكسا هذه حلبناها حلب على اليوتيوب وعلى التيك توك ومقاطع في كل مكان ومراجعات. هلا يا جماعة مراجعات كثيرة عن هاي اليكسا. رح نعمل اكثر من مراجعة. وغير هيك انا ما جبتها بس المراجعات، انا محتاج اليكسا ثاني صراحة. اللي عندي بلش تخرف يعني جماعة كمية الوسخ اللي حتشوفوا عليها. عليها اثار صوص طماطم، عليها اثار شبس، اثار زيتة ولونها ابيض فكل شيء ببين. وغير هيك بلشت تخرف شوي يعني فقلنا هذا جاء وقتها. سعرها 130 دولار في العادة، هلا صار سعرها ب 70 دولار. و 70 دولار بيجي معها مكبر مكبر لمبة ذكية مجانا. اللمبة الذكية اللي سما وصلت وصراحة انسى لمبة ذكية. اليكسا بشاشة شيء خرافي، رح نعمل عنها مراجعات قريبا قريبا قريبا. انا كثير متحمس يا جماعة صراحة ان هي من اهم الشريات. والشيء الاخير خلينا نشيل الكرتونة. هو شيء الكاميرا للتصوير. بسم الله. اللي هو يا جماعة هذا اللي كان عليه اكبر اوفر. هذا اكثر توفير كان موجود هو على هذا وعلى اليكسا. اليكسا من 130 ل 70 وهذا من 80 ل 40 50% واوفر فعلي لانه انا كنت دائما ادخل اشيك عليه استنى ينزل على اي تخفيض لانه كنت بحاشه بس ما كان ينزل.
فلما شفته 40 على طول اشتريته. هذا هو يا جماعة ستابلايزر يدوي، مو اوتوماتيكي مثل الجيمبل بدك تشحنها وتستعملها وتحط الكاميرا وتكون اوتوماتيكية، لا هذا يدوي. يدوي يعني ارخص يعني اصعب ولكن لقطات افضل، لانه ما في اكسس هو اللي بيحرك الجيمبل، انت بتتحكم بكل شيء. افتح لكم اياه قدامكم هلا، نشوف شوي على السريع منه وراح اركبه بعدين ان شاء الله، وراح اعمل فيديوهات عن كل شيء. هذا هو يا جماعة، هون بتحط الكاميرا، هون بتضبط الأوزان بناء على وزن الكاميرا وحجمها، فيك تطوله وتقصره على حد علمي من هون. فبس هذا كان كل شيء اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا استمتعتوا تسليتوا، أشوفكم على خير قريبا يا جماعة الخير في مراجعات ومقاطع ثانية قادمة. فهذا كان كل شيء، أشوفكم على خير، لايك اشتراك، شكرا لكم. قربنا على 2000 مشترك يا جماعة، أو بجوز بنسجل هذا الفيديو نكون دخلناها. شكرا لكم، السلام عليكم.